بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، من القيم الإيمانية الرصينة قيمة الأمانة، والأمانة لها معنى واسع، لأنه مصطلح عميق. الأذهان بمجرد أن تنطق هذه الكلمة تذهب مباشرة في استدعاء أن الأمانة هي أن يودع إنسان شيئا عند آخر ليحفظه له. ماده كانت ام غير ذلك الا ان هذا مفهوم يعني يضيق مفهوم الامانه فالامانه مفهوم عميق غير مختزل في جانب دون جانب ونحن هنا نريد ان نوجه الاذهان الى مفهوم فقه الامانه والى انواع الامانه فهناك امانه المنهج وهناك امانه العطاء الالهي وهناك امانه الجوارح وهناك امانه العمل وهكذا امانه المنهج بمعنى أن يلتزم الإنسان منا التعاليم الإلهية، وأن يلتزم الإنسان منا التعاليم النبوية المشرفة، وقديما قال علماؤنا: إن المريض الذي يشعر بألم أو بداء يذهب إلى الطبيب، وهذا الطبيب يقوم بوظيفتين، الوظيفة الأولى أنه يشخص لك الداء، ثم بناء على تشخيص الداء تأتي الوظيفة الثانية التي هي تشخيص الدواء، ثم يخرج المريض من عند الطبيب ومعه ورقة التي هي المنهج والتي نطلق عليها بلغتنا الروشتة، يخرج بهذه الورقة التي هي المنهج ثم يأتي بهذا الدواء المكتوب ويحاول أن يلتزم به ليشفى بإذن الله عز وجل. السؤال هنا هل من الممكن أن يخطئ الطبيب في تشخيص الداء أم لا؟ الطبيب بشر ووارد الخطا ما دام اخطا الطبيب في تشخيص الداء اذا فهو اخطا ايضا في تشخيص الدواء ولكن هناك طبيبا لا يتصور الخطا منه ابدا وهو الله عز وجل اعطانا منهجا قرانيا منيرا، اذا التزم الانسان منا الاوامر التي جاءت في القران الكريم، واجتنب النواهي التي جاءت في القران الكريم، فهذا من باب اداء الامانه، فامانه المنهج ان يلتزم الانسان منا الاوامر التي جاءت في القران، وان ينتهي عن النواهي التي جاءت في القران الكريم، الاوامر والنواهي القرانيه تمثل قوانين لصيانه الانسان منا في هذه الدنيا، تمثل قوانين يصنع بها الانسان جمالا في هذه الدنيا فينتظره الجمال في الاخره ان شاء الله عز وجل. هناك ايضا امانه العطاء الالهي ونعني بها ان الله سبحانه وتعالى لم يشأ بحكمته ان يعطي كل الطاقات والقدرات والامكانات والمواهب لشخص واحد والا لاحتاج الناس جميعا الى هذا الشخص ولكن الله بحكمته شاء ان يوزع علينا الطاقات والقدرات والامكانات والمواهب حتى يحتاج بعضنا الى بعض، وحتى نحقق المجتمع الذي هو كالجسد الواحد والذي رسخه فينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المواهب وهذه الطاقات وهذه القدرات وهذه الامكانات هي امانات اودعها الله عز وجل فينا جميعا، علينا ان نقوم باداء حق تلك الامانات. فهناك من وهبه الله سدادا في القلم فعليه ان يستثمر هذا القلم في قيم البناء والتنميه والرقي والحضاره هناك من وهبه الله العلم عليه ان يستثمر هذا العلم في ان يعلم غيره هناك من وهبه الله وهكذا كل طاقه كل قدره كل موهبه هي امانه اودعها الله فيك فأدي حق تلك الامانه بان تجعلها تشيع في غيرك من الناس هناك ايضا أمانة الجوارح. هذه الجوارح لها عمل ولها وظيفة، والأصل أن تأتي هذه الوظائف موافقة لمراد الله سبحانه وتعالى، فمن باب رد الأمانة وأداء أمانة الجوارح أن يكون كل تصرف يصدر عنك موافقا لمراد الله سبحانه وتعالى، وهنا نقول علينا أن نفرق بين مصطلحين، الأول الصانع والثاني الحرفي. الصانع هو الذي يوجد أمرا معدوما، والحرفي هو الذي يقوم بصيانة الصنعة. الإنسان منا هو صنعة الله عز وجل، ما ادعى أحد يوما بأنه هو الذي خلق الإنسان أو ركبه في هذه الصورة الكريمة. إذا أنت أيها الإنسان صنعة الله سبحانه، مطلوب منك أن تكون حرفيا لهذه الصنعة، كيف أستطيع أن أكون حرفيا؟ بمعنى أن تصون هذه الصنعة عن كل ما يؤذيها في الدنيا أو في الآخرة، لن تستطيع أن تقوم بذلك إلا إذا التزمت هذه الأمانة، أمانة الجوارح بمعنى أن تجلب لها ما يحقق لها استقرارها وسكونها وهدوءها في هذه الحياة وأن تحاول أن تجنبها كل ما يؤذيها من الم في الدنيا او في الاخره، هذا ما يسمى بالحرفيه في هذه الصنعه الالهيه، ايضا هناك امانه تسمى بامانه العمل، كل انسان منا اوكل اليه مهمه، وظيفه ما لا تكن من اصحاب البطاله المقنعه، لا تكن من معطلي الاعمال، بل عليك ان تدرك انك اداه حقيقيه من ادوات تقدم هذا البلد وهذا الوطن اقتصاديا حين تنجز الأعمال ربما يكون هناك فائض هذا الفائض نقوم بتصديره هذا التصدير يعود علينا بالعملة الصعبة فاعلم جيدا أنك أمينا في وظيفتك وأنك أمينا في مهنتك وأنك أمينا في هذه الحرفة فعليك أن تحقق هذه الأمانة نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم